الإله الواحد أمين، استحيل عليه نعمته ورحمته وبركته إلى أبد الأبدين وإلى ظهر الظاهرين كلها أمين. النهارده هنبدأ في الإجابة على تساؤلات وعلى الشبهات حول سفر العدد. اتكلمت قبل كده حول سفر نشيد الأناشيد، سفر التكوين، سفر اللاويين، سفر الخروج، سفر اللاويين، والنهارده هتكلم على سفر العدد، وأول حلقة النهارده في سفر العدد. أول تساؤل بيتساءلوه البعض أنهم بيشككوا في أن كاتب السفر هو موسى النبي. فالنهارده زي ما عملنا مع سفر التكوين وعملنا مع سفر الخروج وسفر اللاويين، النهارده برضه هنتكلم على مين هو كاتب سفر العدد. في أدلة داخل السفر وفي أدلة خارج السفر وفي أدلة من لأن العهد القديم بيؤمنوا به اليهود وبيؤمنوا به المسيحيين، ففي أدلة كمان من المسيحيين واليهود اللي هم بفسروا الكتاب المقدس. الأول يعني أول أجزاء من سفر العدد عشان نقدر نشوف مين الكاتب، وبعدين هنشوف ليه يعني قبل ما هدخل في مين الكاتب هنشوف ليه سموه سفر العدد. وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجهم من أرض مصر قائلا: احصوا كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم وبيوت أبائهم بعدد الأسماء كل ذكر برأسه من ابن 20 سنة فصاعدا. احصوا يعني عدوا، ومن هنا جاءت تسمية السفر اسم سفر العدد. وتكرر الإحصاء في سفر العدد مرتين، مرة في الأصحاح الأول والأصحاح الثاني والأصحاح الثالث كمان في بعض هذه الأجزاء، والأصحاح الرابع كمان بيتكلم على الأعداد، يعني أصح الأول الثاني الثالث رابع، وبعدين في الأصحاح 26 أصحاح 26 وهنشوف لما هاجي أتكلم بعد كده الأعداد دي والأعداد الثانية 26 برضو بيبتدي يعمل تعداد لبني إسرائيل مرة ثانية 26 وفيه جزئية في 27. فعندنا حصل تعداد للشعب مرتين، أصح واحد واثنين وثلاثة واربعة دي وأجزاء من أصح خمسة، يعني أربع أصحات الأولى تعداد بني إسرائيل، وأصح 26. عشان كده لما ربنا قال لهم احصوا كل جماعة بني إسرائيل، فاحصوا يعني عدوا، فبالتالي سمى سفر العدد. دي أول حاجة بس عشان نعرف اسمه سفر العدد. الحاجة الثانية، مين كاتب سفر العدد؟ واضح طبعا أني وكلم الرب موسى، الواو هنا واو العطف زي ما شفنا قبل كده في سفر اللاويين، بيقولوا ودع الرب موسى، يعني معطوفة على اللي قبليه، وسفر الخروج وهذه أسماء بني إسرائيل، فكلهم في عطف على الأسفار اللي قبليهم أو عطف على الكلام اللي قبليهم. يعني مثلا سفر الخروج وهذه أسماء بني إسرائيل شفناها دي، وبالتالي معطوفة على سفر التكوين اللي قبليها. سفر اللاويين ودع رب موسى كلامه من خيمة الاجتماع معطوفة على اللي قبليه. سفر العدد ودع الرب موسى في برية سيناء وبعدين بيكمل إلى بقية الكلام. طبعا دي كلها معطوفين على بعض، واحنا اتكلمنا على ان كاتب سفر التكوين هو موسى النبي، كاتب سفر الخروج هو موسى النبي بالروح القدس، طبعا كاتب سفر اللاويين هو موسى النبي. النهارده برضه هتكلم على سفر العدد وهنشوف ان الكاتب برضه هو موسى النبي. فهنا الواو العطف دي اول حاجه دي معطوفه على الكلام اللي قبليه، فبالتالي هي ما ينطبق على سفر اللاويين ينطبق على سفر العدد من حيث الكاتب. يعني دي اول جزئيه اللي هو واو العطف.
وهي طبعا في العبري اسمها فاي فاي او باي، دي واو العطف اللي بتعطف ما قبله، تعطف ما بعده على ما قبله. دي اول جزئيه. الجزئيه الثانيه ان اللي بيشوف الصفر ان اللي كتب الصفر واحد كان حاضر، لان بيتكلم على الاعداد وبيتكلم زي التعداد التام، يعني واحد كان موجود، مش موسى، ما كانش، كان لسه ما زال موسى عايش. وطبعا واضح من خلال اول ايه في السفر، في كلم الرب موسى في بريه سيناء في خيمه الاجتماع في اول الشهر الثاني في السنه الثانيه لخروجهم من ارض مصر. يبقى الشهر الثاني في السنه الثانيه خروجهم من ارض مصر، يعني كانوا ليهم سنه وشهر خارجين من ارض مصر، فالله كلم موسى عشان يحصل تعداد لبني اسرائيل. دي اول حاجه، وطبعا هو العطف. الحاجه الثانيه، الحاجه الثالثه، زي ما احنا شفنا ان اللي كاتب سفر التكوين والخروج اللاويين هو نفسه كاتب سفر العدد بناء على الواو العطف اللي هي موجوده في اول هذه الاسفار. الحاجه الثالثه ان كل العلماء، علماء اليهود او مفسرين الكتاب المقدس اليهود القدامى او حتى المحدثين، وكل علماء او مفسرين الكتاب المقدس المسيحيين القدامى والمحدثين كمان، كلهم تكلموا على ان كاتب سفر العدد هو موسى النبي. فعلى سبيل المثال اللي هو من اليهود فيه جارشي وكيمي ويوسي ونسان وراشي ويوسيفوس وفيلو، كل دول اسماء مشهوره قوي في التاريخ واسماء معروفه اتكلموا عن كاتب سفر العدد هو موسى النبي. طبعا كمان في المسيحيه منذ القرن الاول للميلاد، القرن الاول طبعا اللي هو خلفاء الرسل، انت عارفين الرسل وتلاميذ الرسل، واحد زي اغناطيوس اللي هو كان الكلام تعامل قبل كده اللي هو اقاء الطفل اللي هو المسيح لما اخذ، قال كده واخذ طفل وقال لهم ان لم ترجعوا تصيروا موسى لهؤلاء الاطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات، كان هو اغناطيوس اللي هو اصبح اول او ثاني يعني بعد بطرس الرسول. تعرفين بطرس الرسول بشر في انطاكيا وقال ودعا المسيحيين ودعا المؤمنين او المسيحيين اولا في انطاكيا. اللي بشر في انطاكيا هو بطرس الرسول، وكمان كمان تاني بولس الرسول بشر في انطاكيا، لكن هذا الكرسي الرسولي ما زال طبعا كرسي الرسولي في انطاكيا. الاول واحد بعد بطرس وبولس كان هو اغناطيوس. لدرجه حتى دلوقتي ان بتركت الكنيسه السريانيه الشقيقه بيحمل لقب اغناطيوس، يقول لك ماري اغناطيوس افرايم اللي هو الحالي، وقبليه كان ماري اغناطيوس زكا عواص، واللي قبل منه كان ماري اغناطيوس يعقوب السادس. يعني اغناطيوس من تلاميذ الرسل. ده بس اللي عايز اوصله، بس الجزئيه دي في اغناطيوس ويوستينوس وكليماندوس الرومان وكليماندوس السكندري ويوساريوس اللي هو الكاتب التاريخ الكنيسه وأورجانوس و رينيوس وجروم وأغسطينوس وذهبي الفم، يوحنا ذهبي الفم، كل الناس دول اللي هم فسروا الكتاب المقدس تكلموا على ان سفر العدد هو لموسى النبي. ايضا في الكنيسه، في صلوات الكنيسه لما بيذكر في النبوات حتى، واللي احنا في خلال صلوات الكنيسه مثلا في النبوات اللي هي في السم الكبير، سفر العدد لموسى النبي، سفر العدد لموسى النبي، او من يسموها كده من توراه موسى النبي، وتلاقي اجزاء من سفر العدد موجوده في صلوات الكنيسه. كل هذه الامور تدل على ان الكاتب هو موسى، ما فيش حد اختلف ولا في حد قال غير كده. فدي ادله من شهادات المؤمنين بهذه الاسفار ان دي الكاتب موسى النبي. وهنيجي بعد كده كمان هتكلم على ادله داخل سفر العدد وادله كمان من بقيه الكتاب المقدس على ان الكاتب هو موسى
النبي. طبعا العلماء الكتاب المقدس او المفسرين او المهتمين بدراسات بتاع الكتاب المقدس سواء في العالم الغربي او في العالم الشرقي كلهم، ومفسرين محدثين كمان كلهم بيتكلموا، ما فيش حد بيقول ان هو مش سفر العدد ما هوش لموسى، كلهم بيتكلم عن سفر العدد هو لموسى النبي. دي أدلة بس يعني نعتبرها للدراسة العامة يعني. في داخل السفر اللي هيتابع السفر هتكلم ويشوف السفر هلاقي نفس الأسلوب بتاع سفر العدد هو نفس الأسلوب بتاع سفر اللاويين، هو نفس أسلوب سفر الحروف، هو نفس أسلوب سفر التقويم. يعني واضح إن الكاتب واحد ما هواش مختلف، يعني هتلاقي الروح نفسه. طبعا الروح دي ماشية في الكتاب المقدس كله، لكن واضح قوي ان اللي كاتب كان شاهد عيان لاحداث هو بيذكرها وهو بيتكلم عنها. فأدلة الداخليه في سفر العدد على سبيل المثال سفر العدد 1:1: وكلم الرب موسى في برية سيناء في خيمه الاجتماع، الكلام اللي قريته وهراح تاني، في اول الشهر الثاني في السنه الثانيه لخروجه من ارض مصر قائلا. وبعدين في سفر العدد اصح الاول على 48: اذ كلم الرب موسى قائلا. وبعدين عدد 4:5: وكلم الرب موسى قائلا. يعني هو ربنا بيكلم موسى وموسى كتب، يعني ما كانش في حد موجود معاهم عشان يسمع هذا الكلام. طبعا الروح القدس يستطيع ان يلهم اي كاتب ان هو يكتب اللي حصل، لكن كان واضح ان موسى هو اللي بيتكلم مباشره او اللي بيكتب مباشره اللي ربنا قال له. هولوم تاني سفر العدد 1:1 عدد 48: 3:5: وكلم رب موسى قائلا. 4:14: وكلم رب موسى في برية سيناء قائلا. وسفر العدد 33:2: وكتب موسى كل مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب، وهذه رحلاتهم بمخارجهم. يعني واضح كمان ان موسى كتب يعني في داخل السفر. يعني اذا كان البعض بيقول لك مين الكاتب، لا ده هو في داخل السفر، مش بس يقول كلام رب موسى، يقول لك لا وكتب. هقراها تاني اللي هي سفر العدد 33:2: وكتب موسى، كتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب، وهذه رحلاتهم بمخارجهم. فواضح هنا بيقول ان الكاتب هو موسى مش حد تاني. انا هكمل بس عشان اللي هم الناس اللي بيحاولوا يجيبوا شبهات ومش لاقيين شبهات فبيتكلموا اي حاجه، بس عايزين يعني يبين نفسهم ان هم وكانهم عارفين، وهم طبعا يعني ربنا يفتح عينيهم ويفتح قلوبهم ويعرف الحق والحق يحرر الجميع ان ارادوا. في سفر العدد كمان اصح 4:49 يقول لك حسب قول الرب على يد موسى عد كل انسان على خدمته وعلى حمل الذي عدهم موسى كما امره الرب. وطبعا في الكتاب المقدس بقيه الاسفار في ادله داخليه على ان الكاتب هو موسى. فدي أدلة داخل السفر. في أدلة داخل الكتاب المقدس اللي هي خارج السفر لكن داخل الكتاب المقدس تدل على إن الكاتب موسى. طبعا واضح قوي هقولها تاني اللي هي أدلة اللي في السفر إن الكاتب هو موسى، زي ما قال سفر العدد 33:2: وكتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب. كتب موسى مخارجهم برحلاتهم حسب قول الرب، وهذه رحلاتهم بمخارجهم. في أدلة في بقية الأسفار تدل على إن الكاتب هو موسى. الكاتب هو موسى، موسى النبي. في سفر العدد عدد صح 4:49 وسفر الملوك الأول صح 2:3، أنا هقرأ ما هو مذكور في بقية الأسفار الكتاب المقدس. سفر العدد 4:1 أراها تاني 49: حسب قول الرب عن يد موسى عد كل إنسان على خدمته وعلى حمله الذي عدهم موسى كما أمرهم الرب. ويشهد بقية الأسفار أن الكاتب هو موسى. على سبيل المثال سفر الملوك الأول أصح 2:3: احفظ شعائر الرب إلهك، استسير في طرقه وتحفظ فرائضه وصاياه وأحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعة موسى، كما هو مكتوب في شريعة موسى لتفرح في كل ما تفعل وحيثما توجه.
طب هقراها تاني، سفر الملوك الاول اصحاح 2 على 3، احفظ شعائر ربي الهك فتسير في طرقه وتحفظ فرائضه ووصاياه واحكامه وشهاداته كما هو مكتوب في شريعه موسى لتفلح في كل ما تفعل وحيثما توجهت. في سفر الملوك الاول اصحاح 8 على 56 بيقول الاتي: مبارك الرب الذي اعطى راحه لشعبه اسرائيل حسب كل ما تكلم به، ولم تسقط كلمه واحده من كل كلامه الصالح الذي تكلم به عن يد موسى عبده، اللي هي الرحلات والبركه اللي ربنا هيبارككم بيها ووراثه ارض الموعد. في سفر الملوك الثاني 23 على 25 يقول كده: لم يكن عبده ملك مثله قد رجع الرب بكل قلبه. بيتكلم عن الملوك اللي هم كويس، وعلى ملوك في بني اسرائيل كانوا ملوك كويسين، فلما بيتكلم عليهم كانوا زي موسى، لان موسى لما نيجي نقرا في سفر العدد هنلاقي ان موسى كان بكل قلبه مع الله، كان بكل قلبه مع الله، سفر العدد وسفر الحروب وسفر التثنية بعد كده اللي هو تثنية الشرع اللي هو بيعيد على مسامعهم مرة ثانية في الأعاد عبادة. فهنا بيتكلم على الملك بيقول كده: ولم يكن عبده ملك مثله قد رجع على الرب بكل قلبه وكل نفسه وكل قوته وكل قوته حسب كل شريعة موسى، وبعده لم يكن مثله، يعني لا قبله ولا بعده كان زيه حسب الشريعه، مش حسب الشريعه زي ما هي موجوده في الكتاب المقدس. وطبعا سفر العدد من ضمن الشريعه، من ضمن التشريعات، او شريعه يعني تشريع او الوصايا. يعني في نحمية صح 8 على 1 بيقول: لما استهل الشهر السابع وبنو اسرائيل في مدنهم اجتمع كل الشعب كرجل واحد الى الساحه التي امام باب الماء، وقال لعذر الكاتب ان ياتي بسفر شريعه موسى التي امر بها الرب اسرائيل. وطبعا قالوا سفر الشريعه من ضمنها كان سفر العهد، يعني قالوا التشريع ومن ضمنها سفر العدد، سفر التكوين، خروج، ناويين، عدد. قالوا كده الذي كتبتها لتعليمهم اللي هو موجوده في الخروج 12 عدد 24. سفر دانيال اصحاح 9 من عدد 13: كما كتب في شريعه موسى قد جاء علينا كل هذا الشرح. طبعا لا بيتكلم يقول لهم ان حفظتوا وصاياي هتنجوا من الشر، ان ما حفظتوش وصاياي هيجيلكم الشر ويحصل معاكم كيت وكيت 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 وكيت. ما سمعوش كلام ربنا وعملوا الشر فجاء علي، او ما سمعوش كلام ربنا ولم ينفذوا الوصايا فجاءت عليهم كل هذه الشروع وكل هذه الامور اللي هي موجوده في شريعه موسى، او من ضمنها كمان سفر العدد. فاراها تاني في سفر دانيال اصحاح 9 على 13: كما كتب في شريعه موسى قد جاء علينا كل هذا الشر، ولما نتضرع الى وجه الرب الهنا لنرجع من اثامنا ونفتن بحقك، يعني نعيش يعني بحكمه، يعني بحق ربنا. فجاء عليهم كل هذا الشر انهم لم يسمعوا ولم يعوا ولم يزغوا الى الشريعه، فحصل السبح اللي حصل في ايام دانيال وسبي بابل، وطبعا بعدها سبي اشور. فكل هذه الامور اللي حصلت عليهم طبعا كانت علامه انهم لم يسمعوا كلام الله، لم يسمعوا كلام الشريعه، لم ينفذوا ما هو موجود في الشريعه. لان هنشوف بعد كده في سفر العدد ان في ناس فيهم ما سمعوش الكلام، حصل وباء عليهم. هنشوف دلوقتي بعد ما نيجي ندرس السفر وبعد ما نخلص اجابات على تساؤلات اخواتنا، نيجي نشوف السفر من جواه، هنشوف في اوبئه او وباء حصل، وفي موت لناس كثيره حصلت، وفي عائلات كثيره هلكت لانهم لم يسمعوا للوصيه. فاصبح هذا علامه لكل الشعب ان مش هيسمع كلام ربنا يحصل فيه وهيحصل وهيحصل. وهم ارتدوا بهذا وقال كل الشعب امين على جبل جلعاد وعلى جبل وقف الشعب، طبعا ان هم وقف
موسى يقول لهم البركات واللعنات تحل عليهم إن سمعوا كلام ربنا. مش هستعجل الأمور، لكن واحدة واحدة بس نقدر نفهم الأمور دي كلها. مرة تانية دانيال بيقول لربنا وبيقول للناس، يعني بيذكر كلام ربنا وبيقول للناس: كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر، ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من أسام ونفتن بحقك. في دي طبعا واضح ان تسمية السفر باسم موسى، واضح كمان ان في اقتباسات ايات او احداث حصلت في سفر العدد موجودة في بقية الكتاب المقدس. على سبيل المثال مزمور 106 على 16، وبيقول كده: وحسد موسى في المحلة وهارون قدوس الرب، اللي هم الشعب يعني اتغاظوا على موسى وهارون. وفي نفس المزمور 106 من عدد 16: فتحت الأرض وابتلعت داسان وطبقت على جماعة أبيرام، اللي هو في سفر عدد صح 16 أنا بتكلم عنها. والعدد اللي بعديه على 18 في مزمور 106: اشتعلت نار في جماعتهم اللهيب أحرق الأشرار. طبعا ده مكتوب في سفر المزامير مزمور 106 على 16 و17 و18 مره ثانيه. حسد موسى في المحله وهارون قدوس الرب، فتحت الارض وابتلعت داسان وطبقت على جماعه ابيرام، اشتعلت نار في جماعتهم اللهيب احرق الاشرار. طبعا ده موجود في سفر العدد صح 16، وان هم الناس تذمروا على الكهنوت وقالوا كلنا نموت كهنه، وفسروا السفر الخروج اصح 19 من عدد 6 وتكون لمملكه كهنه وامه مقدسه، فسروها غلط، قالوا الرب وصلنا واحنا مقدسين، احنا كهنه كلنا زي بعض. ونرى الكلام ده بالتفصيل في اصح 16، فبتكلم عنه بالتفصيل مره ثانيه. بس العدد السديد في نفس المزمور مزمور 106 على 32 بيتكلم: أسقطوه على ماء مريبة حتى تأذن موسى بسببهم. طبعا ده موجود في سفر العدد أصح 20 من عدد 2 من عدد 12: أسقطوه على ماء مريبة حتى تأذن موسى بسببهم. يعني اختلافات موجودة من داخل السفر في بقية الأسفار، فبدليل على أن السفر ده كان موجود في ذلك الوقت يعني، وواضح ان هو طبعا من الاسفار المقدسه والاسفار اللي هي كتبها موسى النبي زي ما احنا شفنا دلوقتي وهنكمل مع بعض. في سفر عزرا اصح 6 من 18 بيقول كده: واقام الكهنه في فرقهم والداورين في اقسامهم على خدمه الله التي في اورشليم كما هو مكتوب في سفر موسى. وطبعا خدمه اللاويين وخدمه الكهنه هنشوف طبعا بتفصيل في سفر العدد صح 8 من عدد 9 لاخر السفر لاخر الاصحاح اللي هو العدد 26. وطبعا دي الاثار القانونيه اللي بيؤمن بيها كل المسيحيين. في الاثار القانونيه الثانيه طبعا بيؤمنوا بيها الكنائس الرسوليه زي الكنائس الارثوذكسيه والكنائس الكنيسه الكاثوليكيه، الكنائس الرسوليه التي يعني مؤسسها الاباء الرسل بيؤمنوا بهذه الاثار القانونيه. ففي سفر باروخ اصحاح 2 من عدد 28: كما تكلمت على لسان موسى، باروخ بيقول ربنا: كما تكلمت على لسان عبدك موسى يوم امرته ان يكتب شريعتك امام بني اسرائيل قائلا. وطبعا في العهد الجديد في احداث مذكوره في سفر العدد اشار اليها العهد الجديد. على سبيل المثال إنجيل يوحنا أصحاح 3 من عدد 14: وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. هنا كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. طبعا موضوع الحية موجود في سفر العدد أصحاح 21 عدد
7 لعدد 9. بيقول: فصنع موسى حية من النحاس وضعها على الراية، فكان ما تلدغت حية إنسان ونظر إلى حية النحاس يحيى. طبعا واضح ان هنا في ادله اقتباسات من السفر في بقيه الكتاب المقدس، ودليل على انه هذا السفر من اسفار المقدسه، والاسفار اللي هي كتبها موسى النبي، والاسفار في الكتاب المقدس. انا بتكلم كده ليه؟ عشان ما يجيش حد بعد كده يقول لك انت السفر ده مش، مين قال لكم ان هو بتاع موسى؟ انا بتكلم سفر كتاب موسى النبي بالروح القدس. لم تأتي نبوءة بمشيئة الإنسان، بل تكلم أناس الله القديسون مسوقين بالروح القدس. فده من النبوات التي ساقها الروح القدس للأنبياء إن هم يكتبوها ويتكلموا بيها. موضوع الحياة النحاسية: كما رفع موسى الحياة في البداية كذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان، إنجيل يوحنا 3:14، موجودة في سفر العدد 21 عدد 7 وعدد 9. إنجيل معلمنا يوحنا صحاح 46، المسيح بيقول لهم، بيشير إلى الناس اللي كذبوا موسى، واللي هم قرح وداسان وأبرام، اللي هم قاموا على موسى وهارون واعترضوا على الكهنوت ولم يصدقوا كلامه. قال كده المسيح، قال لهم كده: لأنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني، لأنه هو كتب عني. كتب عني، هنشوف بعد كده اللي هو النبوءة اللي هي موجودة في سفر العدد، بتكلم وحي على مجيء المسيح، وبتكلم على المسيح رؤية عن المسيح في سفر العدد 24:17: أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا، يبرز كوكب من يعقوب، كوكب من يعقوب يعني من أولاد يعقوب من أولاد إسرائيل، ويقوم قضيب من إسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، ويهلك كل بني الوغى. واضح كده طبعا النبوات اللي هي موجودة في سفر العدد، نبوات على السيد المسيح له كل المجد. البعض الحقيقة حاول يشكك في السفر ليه؟ ما برضو هنشوف الناس دول يعني الحجة بتاعتهم ايه؟ الحجة بتاعتهم قالوا ان هو يعني الكلام واضح كأنه بيكتب موسى كأنه بصيغة الغايب، يعني كأنه بيكتب كده في السفر كده بصيغة الغايب، يعني كأنه مش واحد انا شفت كذا واعمله كذا، لا، صيغة الغايب يعني، او صيغة اللي هو الضمير الثالث، يعني انت عارفين الضمير الاول هو المتكلم، الضمير الثاني اللي هو المخاطب، الضمير الثالث اللي هو الغائب سواء للمذكر او للمؤنث، ده بيسموه الضمير اللي هو الضمير الثالث يعني. فالناس اللي اعترضوا على ان في السفر بيتكلم بطريقه اسلوب الغائب، اسلوب الغائب او الضمير الثالث يعني. الكلام ده لو كنا الحقيقه طالما هم اتكلموا في حاجه في اللغه العربيه، فاحنا دارسين لغه عربيه ودارسين كام ده كله، فاقول لهم الاتي: ضمير الغائب ده من الضمائر البلاغيه. وبتستخدم ازاي الضمائر البلاغيه؟ بيقول البعض في عن البلاغه بيقول كده: هناك اساليب كثيره لبناء الروايه او القصه، من أهم أسلوب السرد اللي هو واحد بيروي، يعني بيحصل عمل كذا وحصل كذا وعمل كذا وإلى آخره. فأسلوب السرد ده اللي بيروي بيقول لك بيستخدم أسلوب الغائب، ده نوع من الحاجة الجمالية في اللغة، مش حاجة تعيب اللغة، بالعكس ده حاجة جمالية في اللغة. ويقول لك أسلوب الغائب هو القدرة على التخلص من الأنا، يعني واحد من الأنا، مش يقول أنا عملت أنا سويت أنا، يعني لأن الإنسان لما يجي يقرأ، وطبعا واضح إن الروح القدس اللي أوحى لموسى يكتب الكلام ده بهذه الصورة بهذه الطريقة، فاهم النفس البشرية وفاهم الأسلوب البلاغي كويس، لأن هو الله، الروح القدس هو الله، عارفين إن إحنا نؤمن
بأن الله ثالوث الآب والابن والروح القدس، والروح القدس الذي أوحى لموسى أن يكتب هذه الأمور، أوحى له إزاي يكتب بأسلوب بلاغي، أسلوب بلاغي. أنا لما هاجي الحقيقة لو جيت مرة أتكلم على بلاغة الأرقام وبلاغة الجمال في اللغة، طبعا حاجة رائعة، لكن أنا يعني برد على تساؤلات الناس. الحاجات التانية دي لو في وقت بعد ما نخلص الكلام المقدس ممكن نبقى نشوفها. فأسلوب البلاغ، أسلوب في الرواية أو في القصة المروية، أسلوب الغائب هو نوع من البلاغة اللي بتخلص من الأنا والذوبان في مناحي الرواية. أسلوب الغائب هو الأقدر على تقديم الرواية، ان الانسان لما بيسمع بيشوف او لما بيقرا روايه ويشوف واحد بيتكلم عن نفسه ساعات بيزهق، لكن لما بيتكلم واحد باسلوب الغائب عايز اعرف حصل ايه مع اللي بيتكلم عنه. وبيقول ان الاسلوب الغائب ده بيبان في جزئيات الروايه وجزئيات الفصول من فصل للتاني. وقالوا كده ان اسلوب الغائب فيه ثلاث حاجات حلوين قوي في اسلوب الغائب، ان ممكن لما الواحد يتكلم باسلوب الغائب ممكن يكتب الثلاث حاجات دول والمستمع يتقبلها. حاجه اسمها نظريه الكلام او تطريه الكلام، يعني الواحد بيتكلم بكلام طري، يعني كلام ناعم حلو. يعني الحاجة التانية بيبعد الضجر والملل على نفس السامع لما بيشوف ان هو واحد بيتكلم على حد، فبالتالي ما يملش. الحاجة التالتة ان هو بيديله نوع من التنبيه، نوع من التنبيه، يعني فلان حصل معاه كذا، حصل كذا، وحصل كذا. فده من دي من الاساليب البلاغية التالتة، اللي هو تطرية الكلام، الكلام يكون في تطرية، في تراوة، يعني في حاجة كويسة يعني في الكلام. ممكن في كمان يبعد الضجر والملل. الحاجة الثانية بيعمل أسلوب للتنبيه اللي هو الضمير الثالث، إلى درجة إن مثلا في بعض اللغات مثلا على سبيل المثال في اللغة اللاتيني ولسنا مثلا الأسباني، بتكلم عن الأسباني مثلا، بيستخدم الضمير الثالث للاحترام. يقول لك حضرته عمل هو نفسه اللي بيتكلم مع الشخص اللي قدامه. يعني الاسلوب اللي بيسموه استيد او استيدس في الاسباني، لو حضرتكم فده من نوع من الاحترام، نوع من انواع الاحترام. وكان ده اسلوب مشهور وما زال الحقيقه في الاسباني موجود لحد الوقت في اللغه، والناس ما بيعتبرهاش غلط ولا ان واحد لما بيخاطبه بهذه الطريقه مش معناه ان هو بيتكلم مع حد ثاني غيره او بيتكلم مع حد مش موجود. ده اسلوب موجود، اسلوب ادبي في اللغه، اسلوب ادبي في اللغه. ده اسلوب الحاضر، اسلوب الضمير الثالث لتقديم البلاغه. وطبعا ده كان مشهور قوي، و اسلوب الضمير الثالث مشهور قوي في الادب. وطبعا اسلوب الواحد يتكلم عن نفسه دي، ويتكلم عن نفسه هتلاقي الروايه ممله، وتلاقي الشخص اللي بيقرا الروايه بعد شويه مش عايز يكمل الروايه. اسلوب الغائب يؤكد ان الشخص ده مش معناه ان هو مش شخص تاني، لا بالعكس، بيؤكد هذا الشخص نوع من الاحترام زي ما قلت لكم في الاسباني. اسلوب الغائب اذا كان البعض بيتكلم في حتى في كتبهم كمان موجود هذا الاسلوب، يعني في كتب الاخرين لما الله بيتكلم عن نفسه بيتكلم عن نفسه باسلوب غائب. انا مش عايز اقول ان هو في كتب التانيين يتكلم قد ايه، الموضوع ده ما يهمنيش.
لكن ده اسلوب واضح واسلوب معروف، اسلوب اتكلم على بطريقه الاسلوب الضمير الثالث يعني، او الضمير الغائب زي ما شفنا، بيدي تطريق الكلام وابن عبد البجر والملك، وبيدي تنبيه، واقدر اضيف كمان الحاجه الرابعه ان هو اسلوب بيدي للاحترام والاهميه، للاحترام والاهميه زي ما هو موجود في مثلا في الاسبان. حاول الشخص اللي بيشكك في الكلام ده ان هو يستخدم ان هو اسلوب الغائبه موجود في السفر العددي، وبالتالي مش كاتب السفر هو موسى النبي. لكن هي زي ما احنا شفنا الكلام الواضح في سفر العدد صح 33 عدد 1 و2، وكتب موسى مخارجكم برحلاتهم حسب قول الرب، كتب موسى. فهنا بالتالي هذه الكلمه تنفي اي اتهام وتنفي اي شبهه. وكلمه تكلم الرب موسى موجوده مرات كثيره، على سبيل المثال هو مره ثاني 1 عدد 2، وبعدين 2 عدد 1، 1 عدد 3 و5، يعني اصح 1 عدد 2 واصح 1 عدد 3 و5 و14 و40 و44، اصح 4 عدد 1 عدد 21، اصح 5 عدد 1، يعني كل اصحاح هتلاقي كلم الرب موسى، كلم الرب موسى، كلم الرب موسى. لا يخلو طبعا تقريبا اصحاحين ثلاثه اللي ما تلاقي كلم الرب موسى، زي ما برضو موجود في سفر اللاويين كلم الرب موسى، كلم الرب كان ده قلته قبل كده، هتلاقي برضو في نفس السفر. زي ما احنا شفنا في اقتباسات من الكتاب المقدس في داخل الكتاب المقدس عن بعض احداث، هي نفسها الاقتباسات دي موجوده في بقيه الاسفار. في احداث بيشير اليها الكتاب المقدس بيدل على ان الكاتب هو موسى النبي، الكاتب هو موسى النبي. ده الحقيقه الاهم حاجه في سفر العدد، اللي هو مين الكاتب السفر وكاتبه مين. وطبعا لما هنيجي بعد كده هنشوف سفر العدد، هذا الحقيقه يعني بالنسبه لسفر العدد لبقيه الاسفار. فاذا كان مثلا سفر التكوين بيتكلم على، هديله مسمى يعني، سفر التكوين بيتكلم عن الخلق والسقوط، سفر الخلق بيتكلم على الفداء، سفر اللاويين بيتكلم على العباده والعلاقات ما بين الشعب وبعضيه، سفر العدد او العلاقات ما بين الشعب او خطواهم يعني، وعلاقاتهم ازاي تقدم الذبائح. سفر العدد بيركز على السلوك العملي والطريقه العمليه مع الله، وطبعا ده ينفع قوي لكل العصر الحاضر، العصر الذي كثرت فيه الخطيه وكثر فيه الشر والناس حابين يبعدوا عن ربنا. اقدر اقول الخطوط العامه لسفر العدد من اصح الاول اصح 12 طبعا، من سينا بريق سينا الى قادش برنيع، و في بريه قادش برنيع حصل تمرد بني اسرائيل، وطبعا نصح 13 على نصح 33 اللي هو التمرد، و 38 سنه ان هم قعدوا يتجولوا، يعني من اصح الاول لاصح 12 دي من بريه سينا الى بريه قادش برنيع، وبعدين من اصح 13 لاصح 33 لما حصل التذمر بتاع بني اسرائيل ومكثوا في ذلك المكان 38 سنه
انهم موجودين في تحت التيه يعني، او تحت التيهان يعني، او اللي حصل لهم يعني، ان هو مع اخر صفحه 12 اللي هو لما خلصوا برية سينا وخرجوا الى برية قادش، وبعدين اصح 13 من برية قادش لما ارسل الجواسيس جسسوا ارض كنعان، وبعدين كملوا الى يلفوا ورجعوا مرة تانية، رجعوا مرة تانية اللي هي التوهان، لانهم حسب التزمر لما تذمروا على الرب واضح كده، فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة، وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل، وقال لهم كل الجماعة ليتنا متنا في أرض مصر، أو ليتنا متنا في هذا القفر، ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسكن بالسيف، تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة، أليس خير لنا أن نرجع إلى مصر؟ فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر. طبعا التذمر في برية قادش وقعدوا 38 سنة، أول سنة من خروجهم خرجوا وقعدوا سنة في برية سينا، بعد كده من برية سينا إلى برية قادش برنيع زي ما بيقول الكتاب، من أصحاح 13 أصحاح 33 38 سنة، وأنا بتكلم على كل هذه الأمور بعد كده ودي رموزها إيه. و 38 سنة طبعا انت عارفين اللي هي الحد الجاي، حد المخلع او حد الراجل وحيد 38 سنة، طبعا ده بيمثل اللي هي التيهان في بريد قدش. دي بس كده في السكة بس عشان احنا بنتكلم على سفر الأبد. من اصح 34 اصح 36 لما ربع تاني قدش برنيع وأحداث حصلت في ذلك الوقت. طبعا ده السفر من خلال هذه التفاصيل، بعد كده هنشوف بعد كده في طبعا في داخل السفر في تعداد الشعب اللي حصل، شفناه من الأصحاح الأول الأصحاح 2 3 4 اللي هو طبعا التعداد وما حصل في التعداد من أصحاح 1 على 9، فصح ساعة 9 في السحابة اللي غطتهم، أصح سحاب بعد كده عصاية هارون اللي أفرخت وشريعة البقرة الحمراء والحية النحاسية والتذمر على الله وعلى موسى، ومدن الملجأ اللي هي أصح 35. دي الحقيقة سفر العدد بكل مشتملاته وبكل تفاصيله. يبقى أول مرة تانية عشان بس نشوف اللي حصل في هذا السفر. أول حاجة أن سفر العدد سمي العدد لأن الله قال لموسى احصي كل جماعة بني إسرائيل، احصي كل جماعة بني إسرائيل بعشائرهم من بيوت آبائهم في عدد صح 2 وعدد 2، وحصل إحصاء وتعداد دون مرتين في سفر العدد. الحاجة الثانية أن كاتب هذا السفر هو موسى النبي، أو واضح من خلال واو العطف اللي هو استخدمه، وكلم رب موسى في برية سيناء في خيمة الاجتماع في أول الشهر الثاني في السنة الثانية لخروجكم من أرض مصر قائلا، وبعدين واضح ان الواو العطف دي معطوفه على ما قبلها اللي هو سفر اللاويين وسفر الخروج وسفر التكوين، برضه واضحه ان هي واو العطف. الحاجه الثالثه ان في داخل السفر ادله تدل على ان الكاتب هو موسى، وطبعا شفنا الكلام ده واضح قوي في العدد سفر العدد 33 عدد 2، وكتب موسى مخارجكم برحلاتهم حسب قول الرب وهذه رحلاتهم بمخارجكم. معلش انا بعيد تاني ليه؟ عشان يبقى الامور واضحه قدام عينينا. الحاجه اللي بعديها ان واضح ان
نفس الطريقه ونفس الاسلوب اللي هو في سفر اللاويين وسفر الخروج وسفر التكوين، هي نفس الاسلوب نفس الطريقه اللي هو في سفر العدد. يقول لك: وكلم رب موسى قائلا، كلم بني اسرائيل، وكلم رب موسى قائلا كيتو 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 كيتو، مذكوره مرات كثيره في سفر العدد، ومذكوره كمان كثيره في سفر اللاويين وسفر الخروج. واضح كده ان هي طبعا نفس الطريقه اللي هو استخدمها الله في بيت الاسفار. الحاجه اللي بعديها ان سفر العدد فيه اشارات، طبعا ده بيسموه سفر الشريعه، اشارات في بقيه الكتاب المقدس الا ان هو ده سفر موسى. فشفنا الكلام ده في سفر الملوك الاول اصحاح 2 على 3، وملوك الاول 8 على 56، وملوك الثاني 23 25، وسفر نحاميا 8 1، ودانيال 9 13. دي كلها بيتكلم على انا هدي مثل لبعيد الحاجات اللي قلناها دي: مبارك الرب الذي اعطى راحه لشعبه اسرائيل حسب كل ما تكلم به، لم تسقط كلمه واحده من كل كلامه الصالح اللي تكلم به على يد موسى عبده. فان تكلم به على يد موسى عبده واضح ان هو الكلام دون كان لموسى واوحى به الى موسى. فيه اقتباسات، يعني هنا تسميه السفر باسم موسى، شريعه موسى موجوده في هذه الاسفار، موجوده في السفر ان هو يكتب، موجوده في بقيه الاسفار ان هو الكاتب هو موسى، الكاتب هو موسى. في اجزاء من السفر مشار اليها في بقيه الاسفار في العهد القديم والعهد الجديد. فعلى سبيل المثال مزمور 106 مع 16 و17 و18 وعدد 32، هذا المزمور الحقيقه بيتكلم كلام كتير قوي قوي على اللي حصل في سفر العدد، حصل في سفر العدد. وحسد موسى في المحلة وهارون قدوس الرب، فتحت الأرض وابتلعت دسان وطبقت على إبرام، جماعة إبرام، اشتعت الأرض نار في جماعتهم، اللهيب أحرق الأشرار. واضح هنا طبعا دي إشارات إلى أحداث حصلت في سفر اللاويين، سفر العدد. في مزمور نفس المزمور 106 معايا 33، اسقطوه على ماء مريبه حتى تأذى موسى بسببهم. طبعا الـ هنشوف التذمر في الميه وازاي حصل ضرب كلام الصخره وضرب الصخره، هنتكلم على الحاجات دي، بس بشيل دلوقتي لان الكاتب هو موسى النبي من خلال ادله داخليه في ذات السفر وادله داخليه في داخل في 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 بقيه الاسفار ان بيشير الاحداث حصلت في السفر. وفي ادله كمان ان مختبس اقتباسات من السفر في بقيه اسفار الكتاب المقدس. وعلى سبيل المثال كمان تاني في سفر عزرا اصحاح 6 من عدد 18، وباروخ اصحاح 2 عدد 38، وكما تكلمت على لسان موسى عبدك موسى يوم امرته ان يكتب شريعتك امام بني اسرائيل وبيكمل. في أدلة في العهد الجديد وإشارات في العهد الجديد على سفر العدد، وزي ما ذكر الكتاب المقدس في إنجيل معلم يوحنا صح 3 عدد 14، وكما رفع موسى الحية في البرية هكذا كان ينبغي أن يرفع ابن الإنسان. فالحية النحاسية مرفوعة على الصليب، إشارة إلى إن كل من لدغته الحية القديمة نظر إلى الحية فهنا هيحصل له الشفاء وهيشفى من خطاياه ويشفى من سم الحية أو اللعنة التي لعنت بها البشرية أو سقوط الإنسان في الخطية والخطية الموت، وبالتالي ينجو من الموت. كل من ينظر إلى المسيح المصلوب على الصليب ينجو من الموت. بيكمل انجيل يوحنا صح 3 من عدد 16، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. فهنا الحياه على الصليب على خشبه، كل من نظر اليها فنجا من سم الحياه القديمه. هي رمز الى السيد المسيح المعلق على الصليب والمات على الصليب، كل من نظر اليه فاستراح ونجا من الحية القديمة.
فصنع موسى حية من النحاس، وبعدين حصل تذمر من بني إسرائيل على موسى ولم يصدقوا كلام موسى زي ما شفنا، قالوا كده نرجع إلى أرض مصر، يا اللي جايبنا هنا، أنت جايبنا هنا عشان تموتنا، يا ريتنا كنت سبتنا في أرض مصر وكنا متنا هناك. حصل تذمر على موسى، أيضا حصل تذمر منهم على سيد المسيح، وقال لهم كده لو كنت إنكم لو كنتم تصدقون موسى لكنتم تصدقونني لأنه هو كتب عني. وكتاب كتب عنه طبعا فيه نبوات واضحة جدا في سفر العدد عن السيد المسيح، وفي أحداث هامة جدا على إشارات على السيد المسيح إن هو المقصود به، أو اللي حواليه كل النبوات، كل نبوات الكتاب المقدس كلها بتاع العهد القديم تدور حول شخص السيد المسيح له كل المجد، كل النبوات بتدور حول السيد المسيح له كل المجد. وطبعا في سفر العدد أصحاح 24 ومن عدد 17 لما بيتكلم على هذه النبوة على السيد المسيح له كل المجد كده، ثم نطق بمثله وقال وحي بالعام ابن بعور، وحي الرجل مفتوح العينين، وحي الذي يسمع أقوال الله ويعرف معرفة العلي، الذي يرى رؤى القدير ساقطا وهو مكشوف العينين. وبعد بيكمل 24 على 17، أراه ولكن ليس الآن، أبصره ولكن ليس قريبا. شايفه واضح قدام عينيه لكن مش دلوقتي، بعيد شوية. يبرز كوكب من يعقوب، كوكب من يعقوب اللي هو من نسل يعقوب، وطبعا بنشوف في انجيل علينا متى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم ابن اسحاق ابن يعقوب، وابتدي بعد كده يكمل الكتاب المقدس. كوكب من يعقوب، ويقوم قضيب من اسرائيل فيحطم طرفي مؤاب ويهلك كل بني الوغى، ويكون ادوم مراسا ويكون سعير اعدائه مراسا، ويصنع اسرائيل ببأس، ويتسلط الذي من يعقوب ويهلك الشارد من مدينة من مدينة. هنا يتسلط الذي من يعقوب اللي هو سيد المسيح، ان هو له سلطان وعلى كل من تبعوه، كل الذين قبلوه فاعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله اي المؤمنين باسمه. كل من قبل المسيح ملك عليهم، كل من قبل المسيح ان هو مخلص وفاد عليهم، هنا دول المسيح اصبح ملك يسيطر على حياتهم، ليس بعصا ولا بنار ولا، لكن بقوة خلاص ومحبته التي أعدها للجميع. الحاجة الأخيرة اللي هرجعها معاكم مرة تانية، أن استخدام أسلوب الغائب في الكلام اللي احنا شفناه في سفر العدد، هي طبعا هي ده أسلوب بلاغي، أسلوب واضح قوي في بيستخدم في الرواية، اللي كان يعطي تطرية للكلام، اللي كان يعطي يبعد الضجر والملل عن السامع أو القارئ، بيدي تنبيه. كمان حاجة رابعة، إن هو ده بيدي احترام، احترام، نوع من الاحترام طبعا واضح في اللغات الحية، لا سيما اللغات اللي هي منحدرة من الأصول اللاتينية، فيها هذا الطريق اللي هي طريقة الاحترام للشخص اللي ما تعرفهوش، او للشخص الكبير، او للشخص اللي انت تحب تقدم له هذا الاحترام. فواضح هنا استخدام الاسلوب المخاطب او اسلوب الغائب، ده اسلوب بلاغي، اسلوب واضح قوي في سفر العدد. سفر العدد من الاسفار الرائعه. انا هجاوب على كل اسئلتكم، واللي عنده اي اسئله ويحب يبعتها لنا نكون شاكرين لي. ما كانش فيه أنا عندي أسئلة لكل الناس، هجاوبهم على كل أسئلتهم. ألخص فيما قلته في جملتين، سفر العدد كاتبه هو موسى النبي، مثل ما كتب سفر العدد، سفر اللاويين وسفر الفروج وسفر التكوين. ثم سفر العدد لأنه موجود فيه أحصوا كل جماعة بني إسرائيل، يعني عدوا كل جماعة بني إسرائيل، فهنا أول كلمة موجود هنا عد أو عدد، فبالتالي سمي سفر العدد. كاتب السفر هو موسى النبي،
ودارت الاحداث، ان واحد بيتكلم على احداث حصلت قدام عينيه، واحد بيعيش هذه الاحداث، مش واحد سمع ولا ولا واحد مثلا، لا ده هو احداث حاصله وبيتكلم عنها بكل تفاصيلها وبكل ما فيها. الكتاب المقدس اجمع على ان الكاتب هو موسى من خلال بقيه الاسفار، من خلال اشاره الى تسميه هذا السفر بان موسى النبي، شريعه موسى، الى ان بعض هذه الاحداث مذكوره في الكتاب المقدس. ايضا من درسه احنا الكنيسه عندنا اسمها كنيسه تسليم. يعني ايه تسليم؟ يعني جيل بيسلم جيل، جيل بيسلم جيل. او لو رجعنا العكس، احنا استلمنا من والدينا، والدينا سلموا من جدودنا، وجدودنا سلموا من جدود والدينا، وهكذا نقدر ننقل لحد ما نرجع الى الاباء الرسل، والاباء الرسل يرجعوا كمان الى موسى النبي او اللي هو كتب الاسفار. فهذا بيسموه التقليد، وعشان كده بيسموها كنيسه تقليديه. التقليديه دي ما هياش كلمه عيب ولا كلمه زي ما البعض بيحاول يحقر من الكلمه، لا بالعكس، ده التسليم او التقليد من يدا الى يد، ده اقوى من اي حاجه تانية. هذا التقليد اللي موجود في الكنيسه بيقول ان سفر العدد هو لموسى النبي، ولما بنقرا في الكتاب في بعض الاحداث اللي متاخده من سفر العدد موجوده في قراءات الكنيسه وكده، من توراه موسى النبي بركته المقدسه فلتكن معنا امين. الكنيسه لما بتتكلم عن التكوين والخروج واللوين والعدد والتثنيه بتسميهم توراه موسى. التوراه اللي هي الشريعه التي كتبها موسى النبي. علماء الكتاب المقدس سواء اليهود او المسيحيين او القدامى او المحدثين كلهم بيقولوا ان سفر العدد هو كتب موسى النبي. ليه المحاضره دي كلها؟ بس عشان ما يبقاش في شك ان هذا الكلام مش كتب، لا كتب، هذا الكلام كتب موسى، ما فيش شك ابدا ولا حد يقدر يشك ان هذا الكلام مش كتب موسى. اردت بهذا الموضوع بهذه المحاضره ان اشير الى هذه الاجزاء، وان اقول ان الكاتب هو موسى النبي بالروح القدس. لم تاتي نبوءه بمشيئه انسان، بل تكلم اناس الله القدسون مسوخين من الروح القدس. بيتكلم على بعد كده على رحلات بني اسرائيل من ارض سيناء الى قادش، و 38 سنه لما تاهوا في قادش برنيع، وبعدين يرجع تاني الى قادش مره ثانيه، واحداث اللي حصلت في السفر، كل هذه الاحداث تشير الى شخص ربنا يسوع المسيح. للثالوث القدوس الاب والابن والروح القدس كل مجد اكرام وعز وسلطان وسجود الان وكل اوان وظهر الظهور كلها امين. امين. تعال ايها الرب يسوع المسيح. الروح والعروس يقولان تعال، ومن يسمع فليقل تعال، ومن ياتي فليأخذ ماء حياه مجانا. امين.